بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلتنا كلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده معانا وصفات هتعجبكم، طبعا شايفين الكرنب فهتقولوا ايه؟ هنحشي صح؟ بدا يطلع بقى كرنب بقى حلو قمر اهو، بس لسه هيحلو اكتر واكتر، يعني احلى احلى كرنب تاكلوه في شهر 12 اواخر 11 شهر 12 وواحد، احلى كرنب، كرنب مسكر وجميل دلوقتي حلو، بس مش زي بتاعه نص 12 ونص 11 و12، بيبقى احلى كرنب اخر 11 اول و12 كله وواحد كله، احلى احلى كرنب. بعد كده يبدا بقى ايه، يطلع بقى كرنب السميك شويه مش عارفه ايه الكلام ده كله. فاستغلوا الشهرين بتوع فصل بقى اخر 11 و12 و1. طيب احنا هنعملوا ايه؟ كانوا زمان يا جماعه، وكان يا مكان يا ساده يا كرام، عشان ما تقولوش دي تاليفي، استحاله ولا يمكن، المحشي الكذاب. محشي الكذاب ده مش تاليفي، ده كان زمان بيعملوه على فكره، وكانوا مسميينه المحشي الكذاب. قلت انا مش لوحدي اللي بكذب. الحمد لله لقيتهم كمان اكلات زمان قوي قوي كان فيها برضو الاكلات الكذابه وكان فيها المحشي الكذاب. قلت حلو وسهل وسريع وكل حاجه. قال لك، قلت لهم طب ليه بس قبل الناس الكبار، ليه بقى سميتونا، يعني ليه سموه بقى الناس المحشي؟ اصل حد قابلني، يعني حكيت لكم الحكايه بقى، ان حد كان قابلني وقال لي ايه بتعملي اكلات كدابه، وعلى فكره زمان كان برضو في اكلات كدابه ومنها المحشي الكذاب. قلت لهم ليه بقى سموا المحشي كذاب؟ اشمعنى؟ قالت لي عشان احنا مش بنلفه، ده اولا، وثانيا لما تشم الريحه من بره تقول البيت ده عامل محشي تحفه. فالريحه محشي محشي، انما المضمون مش ملفوف. هو هوريك دلوقتي انا هعمل فيه ايه. انا عندي مكونات المحشي عاديه جدا، بصل، ثوم، عصير طماطم، صلصه لو حبيتي، الخضره، شباب بقدونس، كزبره، والرز. حلو الكلام. والكرنب اهي بنت حلال اهي، خلاص ممكن تضيفي لها فلفل لو حابه، فلفل رومي او فلفل حامي. انا بحب احطه في الخلطه دايما، فلفل مع البصل بيدي ريحه حلوه جدا. تمام، فهنشوف لنا هنا، تعالوا كده نشوف لنا فلفل. بسم الله، تعالى لله، تعالى لله لله، بسم الله. شوف قرن فلفل حامي على قرن فلفل رومي، اها ماشي. هناخد بقى كده ايه، جايبه حله فيها ميه بتغلي، هحط فيها شويه ملح وشوية كمون، كمون ماشي. عندي كمون برضه هو، ولا ده ايه ده؟ ده كمون برضه ماشي. وبعدين بس نحط دي هنا عشان ما ننساش. وبعدين يا ولاد عندي حله تانية عشان اعمل فيها الدقه، اللي كان هستعملها دلوقتي. الدقه ايه؟ هعمل في الخلطه. بعيد الدقه جدا، حط شويه زيت يعني كده ايه، قولي ربع كوبايه. يلا اخلص يا بابا، اخلص يا حبيبي، اخلص ماشي. نحط الناحيه شويه، بس كده ربع كوبايه مثلا ماشي. وبعدين هحط الفلفل مع البصل، الاثنين مع بعض، ده عشان بيدي ريحه حلوه. للخلطه دي بصي، انا هديك المحشي الكذاب، لكن انتي عايزه تلفي لفي، خدي نفس الخلطه ولفيها، لان في ايه، لا بيبقى في ناس، لا ما انا مش عايزه اعمله كداب، انا عايزه الفه عادي خالص. فماشي اعمليه فيه، خدي الخلطه الحلوه دي ولفي بيها عادي براحتك يعني.
اوكي قرن فلفل واحد كده على قرن فلفل رومي. ماشي. قطعها صغنن خالص عشان تتحشي حلو. ماشي. واحنا لسه طبعا في حملتنا يا جماعه، او في ان احنا عمليه ما تشتريهاش دي لسه موجوده معانا، علشان ايه؟ علشان نوفر ونعملها ما نشتريهاش، نوفر واحلى وارخص وكل حاجه. نحاول بس نخرج ناعم كده. عشان كل حاجه عندنا مفرومه ناعم فيبقى كله ناعم بالمره. هناخد الفلفل مع الايه؟ مع البصل اهو، الاتنين مع بعض مع شويه ملح وشويه فلفل. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ونقلبهم مع بعض. خلطة المحشي. انا بقى يا ستي سيبك من محشي الكذاب. مبادرة تعمليها ما تشتريهاش، خليكوا فاكرين. اللهم صل على النبي. هناخد بقى ايه؟ انا هنا مش هاخد كرنب كتير قوي، يعني انا هنا ممكن ايه؟ لو انا مثلا جبت الكرنبة وعايزة اعمل النهاردة منها، او زاد مني ورق او اي حاجة دي بتنفع في كده، يعني هي بتاخدش ورق كتير. فانا مش هسلقها سليمه، انا هاخد بس ايه منها والله. طب تعالوا نسلقها سليمه عشان بس برضو اللي عايز يعمل ايه حله المحشي كلها. بصوا بنعمل ايه، بنقطص كده بالسكينه كده، بنشيل الراس. حلو. عشان انا كده انا كنت هشيلها وعادي جدا ان انا الورق يتقطع مني مش مشكله، انما لا، انت عايزه تعمليها محشي عادي من غير ما يكون كداب ولا حاجه وعايزه احشيها، يبقى هعمل ايه؟ هشيل الراس دي كده منها عشان اطلع الورق سليم. ماشي اهي كده. دي ممكن اعمل بقى سلطه الحته الحلوه دي. سموها ايه دي بقى يا جماعه؟ دي بيسموها ايه؟ لا مش قلب الكرومبة، ليها اسم تاني. وخلي حد بقى ايه، خلي حد يتصل ويقولها لي. ايه ده، اشتغل ولا ايه بتاع كلها؟ خليكي حلو، خليكي حلو. ناخدها على الجنب عشان لو الحله ايه مش واخده. طبعا انت بتلاقي اكبر حله عندك يعني. بس ما عنديش حله كبيره، هعمل ايه؟ زي ما انا بعمل دلوقتي. ماشي. انا كده بس ايه لسه شغال اهو في الخلطه. وهنا هي المفروض تبقى كبيره قوي وتسقط فيها عشان الميه تخش من الحته اللي احنا شلنا منها الراس الكرومبا وتبدا ان هي تستلق. طب ما فيش اهو، انا عاملاها كده اهو. ماشي. لغاية ما نبدأ ان هي تستوي هوريك المفروض ان احنا نحطها ازاي. ماسك بقى عشان بتبقى سخنة. في واحدة فكت تحت اهي. نبقى كده اهو. ماشي. واستني عليها حبه تستوي، ما تطلعهاش نيه قوي علشان ما تبقاش مجلده منك. ماشي يا اصدقائي، اصدقاء مبادره تعمليها ما تشتريهاش. اصدقاء التوفير، توفير للتعمير. كده نستنى شويه، هي بتقع لوحدها تحت الحته اللي بتفك. واروح ايه
شايله كده بدات تنزل تحت اهي لوحدها. لا انا ممكن اعمل الوصفه دي حتى بورقتين ثلاثه، يعني انا مثلا عايزه اكل كرنب النهارده وطعمه وكل حاجه، ورقتين ثلاثه كرنب وراح عامله الوصفه دي كانك كلت كرنب بالظبط. طبعا عارفه لف البتاع ده لا يعلى عليه، لا يعلى عليه، معلش يعني عملنا صواني ما عملناش مش عارفه ايه، ولا عملنا المحشي الكذاب والكلام ده كله، لف الكرنب لا يعلى عليه. بس مفيش وقت، مش هاكل يعني، لا هاكل عادي جدا. وهم اهو زمان كانوا بيعملوه برضو. وحد قال لي بقى من ضمن اللي كانوا قاعدين معانا برضو، قالوا كمان مش كانوا بيسموا، يعني بعض الناس كانوا بيسموها المحشي الكذاب، وبعض واغلبيه الناس بيسموها الدولمه. الدولمه مش المحشي بس، كان الدولمه بيسموها على دي، وكانت بتتعمل في العزايم كمان، يعني في العزايم بتلاقي طبق الكرنب بالبتاع ده موجود كمان، يعني مش مجرد احنا مستعجلين بس، لا ده في عزومه. بس لو عملتوها دلوقتي والله يتريقوا علينا. دلوقتي احنا نعملها نفسنا بس، مش في العزايم، ماشي؟ عشان بس لو واخدين بالنا من الكلام. شفتوا بقى ايه اللي انا اكلمكم فيه اهي؟ تبدا ورقه ورقه، اللي بره بتستوي بشيلها، اللي بعديها بتستوي. خلاص اهو كده، اهو مطرتك تبقى طريه كده وحلوه كده، بروح ايه شايلها اوكي، واستنى شويه على اللي بعديها يستوي. هي هتلاقيها الورقه بتروح فكه لوحدها. نيجي هنا بقى، ده لسه اهي شغاله معانا شويه الخلطه اهي. محشي في ثانيه الا ثانيه. هحط بقى ثوم مفروم، اهو دلوقتي، واقلب شويه، ماشي الطريقه دي بقى حلوه كمان قوي للي ايه، للي بيعمل دايت وعايز بقى ايه يعني ماشي على نظام معين في الاكل، ولازم ان هو يعني بياكل اكلات معينه وما ينفعش انه ياكل محشي والكلام ده كله. الطريقه دي تنفعكوا جامد جدا جدا جدا. ليه بقى؟ بتقطعي ورق الكرنب زياده، فبتقطعي كرنب زياده ويبقى الرز قليل، ويبقى منك كلتي نفسك فيه ان انت كلتي محشي او كلتي محشي كرنب من غير ما تاكلي كتير. كلتي حتى لو كلتي كتير هيبقى ورق الكرنب مش هيبقى الرز، تمام؟ فدي طريقة حلوة قوي للي عايز يعمل دايت وهو عايز ياكل محشي. احنا حققنا المعادلة الصعبة، ان انا اكل محشي وانا بعمل دايت. ازاي؟ كرنب كتير، رز قليل بالخلطة، يبقى انت كلت نفسك فيه من غير ما ايه، من غير ما تبوظ لنا الدايت. خلاص؟ انا نعم انا مش مع الدايت قوي، ولكن بنحاول نساعد بعض. وبعدين كلي بقى الحته الخضراء، يعني ما تاكليش الابيض قوي، ده خليك في الاخضر، خليك في الاخضر قوي، كل ما يكون الاخضر قوي يبقى احلى، تمام؟ ادي كده اهو قربنا نخلصها كلها اهو كمان. يلا بسم الله. طبعا مش هاخدها كلها، عصير الطماطم واسيبه يتسبك شويه، احط عليه ايه سنه الكمون، واظبط الملح عشان الرز اللي هينزل، والفلفل الاسود، ماشي. انا خلاص ده على فكره الكرنبه كلها استلقت، شوية تحس انها ماسكة نفسها كده، استنى عليها حبة مهدلة كده وحلوة كده. خلاص حد عرف بقى اسم اللي جوه الكرومبا دي ايه؟ اما اصدقائي يكلموني هيعرفوا.
ليها اسم بتاع زمان كده، اسم زماني الزماني. عايزه بلانشيه تانية. طب ممكن نشيل ده في طبق او بوله ونقطع احنا على البلانشه دي. اسمها ايه يا جدعان؟ اهي ماشي. هناخد بس كده ايه ده. انا كده سايبه الطماطم تستوي تستبك شويه او ما تستبكش عادي، بس انا بحب اسبكها شويه. المهم يعني مش لازم، او ممكن تغلي كام غلوه بس. يبقى كده ايه الكرنب خلاص. ماشي يا شباب، خلاويص خلاص. نيجي بقى هنا بسم الله، نمسك الورق الاخضر الحلو ده. نيجي راجل اتضاف للكرنب ابقى زعلانه منه، اقول له اوعى يعني اللي بره خالص بس سيب لي الاخضر. مش عارف، بحس ان الاخضر ده هو اللي فيه الايه ده. نخلله ده، نخلله ده، مرميش حاجه خالص. اعمليها ما ترميهاش، خلي بالك. ايوه هي دي في المبادره برضو. اوعى ترميها، استخدمها ما ترميهاش. يا استاذ ايمان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك طيب؟ وانت طيبه وبخير يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي. ربنا يخليكي. الله يكرمك. الكرومبه اللي هي في الاخر دي أيوة. اسمها الوزه. الوزه شاطره. انا قلت بتوع زمان بس اللي هيعرفوها، من اليومين دول ما يعرفوهاش. لا اسمها الوزه. الله ينور عليكي. السلام عليكم. سمير يا قمر، شكرا جدا. احكي لكم موقف بقى بنفس هذه الاوزه. كان بقى ايه واحد راجع بقى شايف ريحه الكرنب ويقول لمامته ايه؟ اعرفه يعني من قرايبنا. مامته الله ريحه الكرنب حلوه جدا، انت عامله جنبها ايه بقى؟ فقالت له عامله ايه؟ عامله لك وزه. تمام؟ المهم ايه بقى غرفت في الطبق، جابت له المحشي بقى، فين الوزه؟ راح جايبه له دي، كانت حشيها على بعضها كده بيضعوها ويحشوها على بعضها، قالت له هي دي الوزه. يا عيني تعب عليا. يا هناء اهلا وسهلا. اهلا بيك. زي حضرتك عامله ايه؟ اهلا الحمد لله. الحمد لله. كنت عايزه اقول لك ان راس الكرنبة دي اسمها الوزه. صح برضو. الله ينور عليك يا حبيبي. وبعدين احنا بنحشيها برضو، بتتحشي رز وكده وبتتحط مع الكرنب. ايوه بتحشيها زي ما هي مقفوله. ايوه بالظبط. ايوه الله ينور عليك يا جميله، تسلمي لي يا رب. الناس الحلوه اللي فاكرين ازاي. وانت طيبه يا قمر، شكرا جدا، صباح الهنا عليك. كل الناس الحلوين بقى بتوع زمان الجمال دول اللي عارفين الاسم، انما دلوقتي ولا يعرفوا حاجه ولا حد عارفها. شاطر. عملت ايه؟ خدتين بالكم؟ انا رصيت ورق الكرنب على بعضه وبقطعه شرايط. يا استاذه ولاء. الو. اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا شيف نجلاء، عامله ايه؟ الحمد لله. زي حضرتك عامله ايه؟ بحبك جدا وبتفرج عليكي كل يوم، ما بفوتش ولا حلقه. حبيبتي ربنا يخليك يا رب. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. صباح الفل عليكي يا شيف نجلاء. انا اسفه جدا. قولي لي يا حبيبتي اي سؤال؟ لا انا عايزه اجاوب على السؤال بتاع الوزه بتاعت الكرومبه. الوزه عرفتها؟ صح كده؟ برافو عليك. كنت انا اللي لازم اكلها في اي عمو تعمل الكرومبه، انا اللي اكل الوزه فعلا. ما تروحش لحد غيري. بس كنت عارفين ان هي الوزه. من زمان. ايام عزوماتنا زمان عند تيتا وايام زمان دي كلها احنا عارفين الوزه بتاعت الكرومبه. صحيح. تسلم ايديك يا حبيبتي. لا ناس كتير قوي ما يعرفوهاش. بصوا بقى. نعم حاضر. هحط بس ايه، بص ورق الكرنب اهو انا عملته شرايط اهو، في بعد ما غليت شويه الطماطم اهي، هنزل الشرايط دي كده ماشي، وهنزل عليها الخضره، شبت بقدونس كزبره، عايزه تنزلي صلصه نزلي، مش عايزه بلاش ماشي اهو، والرز، ونظبط ميته حسب بقى الميه اللي فاضله معانا من ايه. ممكن نحط له ميه على صلصه بقى لو انتوا عايزينها ايه محمره كده حلوه اكتر شويه يعني. تمام اهو قلب كده. انا ممكن اديها شويه صلصه واديها ميه، ميه مش كتير طبعا، خلي بالك ان في خضار يعني، ممكن تبقي معايره الرز وتحطي قديه ميه او اقل شويه كمان. ادي المحشي الكداب.
حد يقول لي بقى كان يعرف المحشي الكذاب ده؟ حد يقول لي برضه، هتلاقي برضه أصدقائنا الحلوين هم اللي عارفينه. بصوا الميه مش كتير قوي عشان في خضار لسه هيرمي ميه على الايه؟ على الرز، فانا هسيبه كده ولما يعوز، بس طبعا تقلبي حلوه قوي، لما يعوز بقى ممكن اسقسق له ميه تاني بس كده. اطلع بقى فاصل، شكرا على الفاصل، وفاصل ونوصل. على قد الايد ورجعنا من الفاصل، رجعنا من الفاصل. بصوا بقى دلوقتي هنعمل ايه بباقي الكرومبا. الكرومبا احنا عملناه المحشي الكذاب وموجود في الحله على نار متوسطه. انا هدي عليه النار شويه عشان ياخد راحته وما يشيطش مننا. لو عايز ميه تاني هنديله. تعالوا اوريه لكم. انا اول مره افتح عليه من ساعه ما كنتوا معايا. ماشي، نديله تقليبه كده. حلو، في ميه هون، هدي عليه النار. ريحه المحشي بصوا كاني قاعده اربع خمس ساعات بحشي فيه. واحنا خلصناه في سيجمنت، ما كملناش 10 دقايق. طيب لا 10 دقايق وشويه عشان ما نكذبش، بس خد 15 دقيقه خلصنا المحشي كله من اوله لاخره. مثال الكرنب بكل حاجه خلصنا المحشي الكذاب. عايزين احسن من كده ايه؟ بدل ما تاكلوا الكرنب مره في السنه، لا كلوه كل اسبوع مره، ونافع بقى دايت وغردات ونافع كل حاجه. طيب العروق بقى اللي احنا خدناها دي اهي، تعالوا نعملها مخلل زي اهل زمان برضو. دلوقتي بيرموها او بيحطوها في ارضيه الحله يعني، انما كان زمان كانوا بيحطوا في ارضيه الحله عروق الخضار، وكان ده بيعملوه مخلل الناس الحلوه المدبره كده. طبعا قطعيه واحده واحده، قطعيه واحده واحده يعني، بس انا بحاول عشان انجز الوقت اقطعها كلها مع بعضها. كان يعملولنا منها مخلل والله العظيم. بصوا ناكل صوابعنا وراحنا فرحانين جدا بيه بقى. اوكي اوكي، دي مقطعه لوحدها بالسكينه. انا عايزه ايه بقى المخلل ده؟ الموجود عندك في البيت، عندك ايه؟ شويه خل، ملح، كمون، فصين كده ثلاثه من الثوم، هرسه شطه لو عندك يبقى حلو قوي، ما عندكيش تبقى شطه عشان بتخلي طعمها حلو قوي. فلفل حامي معاها بس. انا هوريك دلوقتي بس هقطعها اهي. بصوا هنقطع دي كده ايه، عقل كده، دي بتاكل في ساعتها. ده محشي ايه سريع، ده محشي ايه مخلل سريع برضو يعني، مش عاملها محشي سريع، ده مخلل السريع برضو اهو. ماشي، قطعناه بالشكل كده اهو بالوحدايه كده، ده فظيع فظيع. تعالوا هنا بقى ناخد بس ميه سخنه، ميه سخنه برضو ماشي عشان تخللنا معانا حاجه سريعه. ادي ميه سخنه، ركزوا معايا في اللي هحطه ده بقى عشان ايه، ده مهم. واخده فصين ثلاثه من الثوم، مطقشاهم بس كده يعني، مكسورين كده بس اهم يدوا الريحه. عندك مهروس حطي مهروس، لو ما عندكيش غير مهروس خلاص. شويه كزبره ناشفه، شوية كمون، هريسة شطة، معلقة كبيرة، أو عشان يديله لون حلو للكرنب، أو إيه؟ أو شطة وخل. خل حبة كويسين بقى، على دول ربع كوباية كده من الخل أو أكتر شوية. حبة كويسين عشان ده اللي هيعمل لنا بقى الجو الحلو ده. وهحط معاها كمان في المية السخنة دي، وهي سخنة قوي كده، هحط إيه؟ قرنين فلفل كده ولا ثلاثة ماشي، واروح حاطه ورق عيدان الكرنب دي، وحطيها في بطران بعد كده هتقعد معاكي برده كام يوم حلوين يعني. بس احنا كنا بنعمله بيتاكل في ساعتها، ما كانش بيقعد يعني اهو. حاجات الحرشه دي بتاعت الايه؟ بتاعت اهل زمان الجمال، دبروا نفسهم من كل حاجه وما يرموش حاجه. اعمليها ما ترميهاش، ده بقى المبادره اللي جايه يا اولاد. اعمليها ما ترميهاش اهي. بس على ما يكون المحشي استوى بقى يعني، ده بيعملوه في الاول خالص يعني، اول ما يبداوا ان هم يعملوا الكرنب يروحوا عاملين بقى الخلطه دي وسايبينها على جنب. على المحشي ما يستوي يعملوا اللي هيعملوه، يكون الايه حبه المخلل دول استووا بس، وتاكليها بقى بكره احلى من النهارده
خلاص اهم حبه محشي محترمين مع الاوزه القمر دي عشان ايه كل الجيل يعرفها. لازم حاجات زمان دي ما تتنسيش. الكرنب بقى اللي فاضل مننا، انا عايزه اشيل الكرنب دوت علشان هعمله ايه، هعمله صوابع عشان اللي عايز يعمل صوابع. بتعمليها ازاي عشان تقطعيها؟ هنلفها كده. بص مشينا فيه، انا قطعت العود اهو صح عشان بس يبقى فادنا الجميع. اهي لفها كده رول كده حلو، وراح قطع بقى. وطبعا برضو ممكن ناخد كذا ورقه على بعض الطول اللي انت عايزاه اهو. بصوا اهو كده على الواقع، ما لازم تشوفها فوق. احنا ممكن نعملها تاني، تعالى. طب ما حلو يعني، عادي في مترو. لسه اهو هبدا فيها، بس انا عايزه اوريهم بس المعلومه دي عشان مهمه. بصوا هيك انا حطيت ورقتين على بعض اهم، برضو هاجي مكان ما انا قطعت الايه، ما انا قطعت العرق، والف الف مكان العرق اللي انا شلته اهو. اهو شايفين كده اهي حلو، وامسك اقطع. انا عايزه طوله قد ايه؟ ماشي اهو، هو الطول المناسب متوسط يعني، بلاش نعمل النمنمه قوي ده يعني، شكله بمعلقه اهو. يا ام محمد. ايوه يا شيف نجلاء، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. لا تسلم ايديكي، زمان كنا بنتخانق على الوزه دي، الله يرحمها والدتي. الله يرحمها، تعمل لنا المحشي نتخانق على الوزه. صح كده؟ اه، بس كنا بس كانت بتعمل ايه بقى؟ قبل ما نلف المحشي نمسك شويه ورق وشويه عروق وحبه رز ويتفلفلوا ناكل قبل ما المحشي يتعمل. لا ده انت تسلم ايديكي بصراحه. حبيبتي ربنا يخليكي. حاجه زمان فعلا ما فيش غيرها. ايوه كان يعملوا المحشي الكداب ده عشان مش هيستنوا وهنلف بقى. كنا نقطع شويه العروق وشويه ورق وشويه رز وخلطه، نفس اللي عملته ده، نرميهن على النار يستوي لحد ما نلف والحلل تستوي، نكون كنا احلى من ده، ولما يستوي المحشي براحته. ايوه بالظبط كده. بالظبط. كنا ننور عليك. ايوه حبيبتي ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب، تسلمي لي. ايوه صح كده، هو ده هو ده اللي انا بتكلم فيه. بصوا اما نيجي نشيلها بنشيلها ملولوه كده، مش منحكي عشان ما اقطعش منكم. خلاص اهو هنلف كل الطبق ده كده ونسيبه بقى ايه، بس مش عايز اضيع وقتكم عشان الحلقه، انما انتوا لفلفوه لفلفوه وحطوه في طبق كده وفي كيس في الفريزر لما تعوزوه. خلاص، وزي ما صديقتنا كده المحشي الكداب ده كان بيتعمل في كل اسره فيها اطفال مش عايزين يستنوا ان هم يلفوا، كان المحشي بيبقى يوم طويل شويه فبيبداوا ان هم ياكلوا الايه المحشي الكداب ده، وكان بقى ناس بتعمله مخصوص يعني، لا كان مشهور ان هو بيتعمل محشي مخصوص محشي كداب. يا ايمان. ايوه يا استاذه. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ عامله ادبه في البرنامج. حبيبتي البطاطس اللي حمرتيها وحطيتيها على وش الكبسه وقلتي بدل السلطه عملتيها بثوم ولا عملتيها بخل؟ ثوم وخل. ما حمرتيها ثوم وخل وملح وكمون. ورحتي حطاها كانها سلطه فوق الكبسه. بالظبط عملت، بس بصي بقى يعني ايه، حمرت الثومه سنه صغيره مع الكزبره الناشفه وطشيتها بالخل ونزلت عليها البطاطس المحمره في الطاسه وقلبتهم كلهم مع بعض وبعدين حطيتهم على وش الكبسه. ماشي بس كده. طيب لا اله الا الله، تعالوا بقى هنا نعمل ايه البطاطس عشان بسرعه بقى. ايه البطاطس المهروسه؟ شوكه شوكه سريع السريع. سلطه البطاطس المهروسه اللي ممكن احنا نقدمها جنب المحشي او تبقى اكله لوحدها، وكانت بتتعمل فعلا اكله لوحدها. طب بطاطس بنسلقها ونهرسها تمام، عندي خل، عصير ليمون، ملح، كمون، كزبره ناشفه، ثوم وفلفل حامي مفروم. سلطه سهله وجميله جدا تنفع وجبه متكامله تمام. دي بقى هنعملها ازاي؟ بطاطس اهي سلقناها وهرسناها حلو، هنحط عليها، هنحطها كلها يعني، هي حلوه طبعا تنفع تتشال، تنفع تتشال، ينفع اشيلها في الثلاجه السلطه دي يومين ثلاثه، ما تكتريش احسن يعني يومين ثلاثه تمام. هرسناها كويس قوي كده، معلقه كبيره ثوم مفروم دقيه، معلقه كبيره فلفل حامي او رومي، ما عنديش فلفل او ما بيحبوش الفلفل الحامي او اطفال هياكلوها يبقى فلفل رومي،
افرمه رفيع قوي كده. تمام. عندي هنا عصير ليمون ليمونتين على انا عامله كيلو بطاطس على فكره، فعصير ليمونتين، الخل ربع كوبايه، كمون معلقه كبيره مش مليانه او معلقه صغيره مليانه، كزبره ناشفه معلقه كبيره، الملح على الكيلو معلقه صغيره مليانه، ماشي حبه كمان صغيرين بس كده، الزيت في الاخر هجيبه جنبي عشان ما انساهوش لانه بيبقى حلو قوي معاها برضو، حوالي على الكيلو ربع كوبايه برضو. يا ام محمد، يا ام محمد، يا ام محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاكي اتفضلي. السلام عليكم. طب بصي اسمعينا من التليفون مش من التلفزيون، ماشي؟ لسه ما اشتغلش. ونهرس بقى حلوه قوي، ندخل كل المكونات دي جوه بعضها، ماشي؟ تعالى احكي لكم حكايه، حكايه صغننه ولكن مفيده جدا 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 جدا. ونقول كان يا مكان، كان يا مكان يا ساده يا كرام، ولا يحلى الكلام الا في ذكر النبي عليه الصلاه والسلام. كان يا مكان كان في حكيم، الحكيم ده كان قاعد في سوق، قاعد في سوق كده ومعاه مجموعه من الناس اللي بيقعدوا، كان دايما في الحكيم موجود في اماكن كتير جدا عشان الناس تبدا تساله على اسئله، وكان دايما في كتير في اغلبيه الاسواق في حكيم. فالحكيم ده عشان يسالوه على ايه؟ اي حاجه هم عايزين يعرفوها. فهم قاعد هو والناس عمالين يتكلموا، فجت ست بقى ايه عايزه تساله سؤال، فكانت شايله طبق ومغطياه، فبيقول لها ايه اللي في الطبق ده؟ فبتقول له انا ما كنتش غطيته، انا غطيته ليه؟ فالحكيم بص لها كده وسكت وبص للي حواليه وقال لهم انا هقول حكمه مش تنفعنا دلوقتي، الحكمه للعمر كله. اتعلم ايه من الست دي بقى؟ اتعلم من ان احنا ما نسالش على المستور، ما نسالش عن حاجه ما حد مخبيها، ما ندورش ورا حد، دايما ان احنا نخلي ما نحاولش نكشف، نخلي يعني بالنا من نفسنا احنا بس، في اسرارنا احنا بس، ما نجيش حد مخبي سر او مخبي حاجه نفضل ندور وراه عشان نعرفه، دايما نبص للجانب المكشوف مش للجانب المتغطي. طيب هنكمل بعد ام طه. يا ام طه، صباح الفل يا سيدي، عامله ايه؟ يا صباح الفل، عامله ايه؟ صباح الكرنب. صباح المحشي حبيبتي. تسلمي ايدك على انت بتعمليه والله. الله يكرمك، الله يخليكي. انت عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله. المحشي اللي هو اللي حضرتك بتقول عليه الكذاب ده، مشهور عندنا على طول ان هو اسمه المخروطه. اسمه المخروطه؟ يلا نعمل مخروطه بشات ورق، وشات عنق بتاع الكرنب، ونقطعهم كده على طول، اسمها المخروطه. يعني بتعملوه على طول؟ على طول. جميل جدا. البلد بتاعنا ده طالع، فبنروح عاملينها بقى مخروطه للعيال على طول بقى. ايوه الملفوف. ايوه تسلم ايديكم، صح كده، هو ده مشهور، طلع مشهور يا جدعان. تمام تمام. جميل جميل قوي. تسلم ايدك. الله يخليك، انت تسلمي لي، ده حل. الله يخليك، تسلمي لي يا رب. طبعا شفتوا بقى كل الناس عارفاه وكل الناس بيعملوه، حتى لغايه دلوقتي في الفيوم اهو بيعملوه، وطبعا علشان ده ما حدش يحرم نفسه بالكروم. المهم ان بقى جه الحكيم ده قال لهم ايه؟ احنا مش عايزين نحاول نكشف دايما المستور، مش عايزين نكشف الوجه الاخر من الناس اللي قدامنا، اي حد مداري حاجه ما ندورش، حتى لو هم قالوا لنا البني ادم ده وحش قوي ولكن هو بيعاملني حلو، فدايما اخلي قناعتي باللي قدامي، بالمعامله اللي بيعاملني بيها حلو، ماليش دعوه بالمستور ايه. وده بيعمل على فكره مشاكل كبيره جدا بين الناس، ان انا افضل ادعبس ادعبس، مثلا واحد يقول لي ايه شريكك في الشغل ده مش عارفه شكله ايه، او جوزك ده مش عارفه بيعمل ايه، او مديرك في الشغل بيعمل ايه، او زميلك في الشغل بيعمل إيه؟ انت مالك؟ خليكي في الناحيه اللي في وشك، يعني انا هو انا بيعاملني ايه؟ انا اللي بيشتغل معايا ده بيعاملني ايه؟ انا الموظف اللي عندي بيعاملني ازاي؟ ماليش دعوه بالناحيه اللي ورا. دايما خليك في الناحيه اللي قدامك واقتنع بيها، ده هو حتى ربنا قال ايه؟ ولا تجسسوا، يعني ما تبصش على اللي ورا، ما تجسسش على حد، فدايما نخلي قناعتنا ان احنا دايما نخلي بالنا من اللي قدامنا بس، انا بيعاملني كويس اعامله بالمعامله دي، انا ماليش دعوه هو ورا بيتعامل ازاي؟ هو ربنا سخرهولي ان هو يعمل حتى لو هو وحش،
سخرهولي ان هو يعاملني حلو ويعاملني باخلاص، فماليش دعوه بالمعامله التانيه بتكون ايه. تمام، ده حاجه مهمه جدا. طبعا في برضو حكمتين كده عايز اقول لكم. طبعا ان شغال باسرار الناس ده متعب جدا، ان انا ادور ورا اسرار الناس دي حاجه متعبه جدا. انا مالي من اسرار الناس؟ خليك مشغول بنفسك عشان تنجح. لما انا اقعد ادور على الناس مخبيين ايه، انا هستفاد ايه؟ مش هستفاد حاجه. يعني زي مثلا كده الحكيم برضو كان بيقولوا ايه، السعيد من شغلته عيوبه عن عيون الناس. انا كاتباهم عشان ما انساهمش، اللي هو حاجات مهمه جدا. السعيد من شغلته عيوبه عن عيون الناس، عن عيوب الناس. ليه؟ عيوب الناس انا مش هعمل بيها حاجه، عيوب انا اقدر اصلحها. فلما اشتغل بيها دي حاجه مهمه جدا، انما لما اشتغل بعيوب الناس انا هصلحه، مش هتعرف تصلحه مهما حاولت ان انت تقنع انت تصلحه. طبعا الواحد بيعمل اللي عليه ويقول الكلام الحلو وخلاص، انما نشغل بعيوبك احسن من تشغل بعيوب الناس. وقال لك العاقل بقى من يستر عيوب الناس ولا يفضحها. العاقل اللي يستر عيوب الناس ما يفضحهاش. حد عرفت حد عن حاجه، مش لازم نقعد نشهر ونقول ده فلان عمل، ده فلان سوى، ده مش عقل ابدا وحرام اصلا. تمام، اوكي، يلا فاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل. رجعنا من الفاصل، احنا كده عملنا مع بعض ايه، خلصنا المحشي الكذاب بتاعنا وكمان عملنا سلطة البطاطس. طيب نيجي بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل عيش بالدقيق الذرة، بس يعني مش دقيق ذرة كتير، لا قليلين، بس باخد الطعم واللون، يا ريت يكون ذرة صفرة هيبقى ايه احسن كتير جدا. ايه كمان يا جماعة؟ طيب انا عايزة بس ايه هقول لكم على حاجة. انا دلوقتي عندنا كستوبانة الشاي، تشربوها مع مين؟ كستوبانة الشاي من الحاجات الأسرية جدا، اللي احنا دايما بنقعد مع بعض هنشرب ايه؟ هنشرب شاي، صح؟ يلا كلنا نقعد مع بعض، جالنا ضيوف نقول له ايه، تعالى تعالى اشرب معانا الشاي، صح؟ قابلنا ناس كده في الشارع، تعالى اشرب معانا الشاي. انا رحت عايزه اروح، يعني دايما الكستوبانه الشاي دي او كوبايه الشاي دايما بتكون وصلت محبه، على فكره وصلت محبه وعشره ورضا بين الناس. يعني لما انا اعزم حد وما عنديش حاجه وعايزاه يجي عندي وانا عندي يعني ما فيش امكانيات عندي كتير، فبقول له تعالى ايه، تعالى اشرب شاي، صح؟ طيب انا عايزه اجي عندك ومش عايزه اكلفك، فبقول له ايه، انا حاجه اشرب معاك الشاي بالليل، يعني ما تكلفش نفسك، هاجي اشرب كوبايه الشاي معاك بالليل. فدايما بيبقى انا عايزه اتعرف على حد، بتعرف بكوبايه الشاي، تعالى نقعد في المكان الفلاني نشرب شاي، نقعد مع بعض. فدايما كلمه في مصر، ما اعرفش في كل البلاد ولا لا، كوبايه كستوبانه الشاي او كوبايه الشاي دي بتبقى وصل التعارف بين الناس، يعني هنقعد مع بعض ونقعد ونسه ونتعرف على بعض. فدايما الشاي ده عندنا موجود زي الجوكر كده، في كل حته موجود، في كل مكان. حتى لما يجي حد ايه يقول لك انا عازمك عزومه، راجل في مركب جوه وهو بره، يقول له ايه، تعال اشرب شاي، مع انه جوه في المركب، بس يقول تعال اشرب شاي برضه. يمكن يجي له. يمكن. طيب تعالوا نعمل مع بعض بقى كستوبانه الشاي كده. طبعا احلى احلى شاي بيبقى في الكوبايه الصغيره الحلوه دي، كستوبانة الشاي. طبعا إيه، الشاي كتر بعد كده بقى كبير عشان احنا بنكسل نعمل كتير، انما هم كانوا زمان مفيش حاجه اسمها، حتى لغايه دلوقتي في الارياف في الصعيد في العرب الناس دي كلها لازم الشاي يبقى كوبايه، تمام؟ فكانت كوبايه الشاي قد دي، واما يعوزوا شاي ايه يهزلهم كده، يعني هاتوا تاني. يعني الكوبايه كانت دي وبس، لا احنا بنكسل بقى ناخد مج الشاي عشان نخلصه، انما كانوا زمان لا، كوبايه كوبايات صغيره كده ويهزلهم كده عشان يجيبوا ايه شاي تاني، يعني يفضل براد الشاي ده موجود على طول. تعالى نعمل شاي بالمره بقى، نعمل شاي كده واحنا ايه، واحنا قاعدين مع بعض بنعمل العيش. حتى كده حط بس ميه مغليه عشان نعمل شاي بسرعه، تمام؟ نقول دول كفايه. في الشاي المغلي وفي الشاي الايه اللي هو الكشري. كستوبانه الشاي ما تبقاش شاي كشري لان هي بتبقى صغننه كده، ما ينفعش، لازم يبقى البراد هو اللي فيه الشاي. طيب انا عايز في طبعا الشاي ده انواع او طرق مختلفه كتير جدا، كل بلد لها طريقه، تمام؟ احنا بنتكلم عن مصر طبعا، الشاي اللي هو
اللي بلبن والكلام التاني ده بتاع بلاد تانية، انما مصر كشاي ابسط حاجة ممكنة هو الشاي العادي خالص اللي يبقى في الصعيد وفي الارياف وكل الكلام ده، بيبقى عبارة عن شاي مغلي بس مش مغلي كتير، يعني طبعا في ناس بتغليه كتير قوي وفي ناس لا، في ناس تحط له سكر جوه البراد وفي ناس لا، تمام؟ بس هو اصله يكون ايه؟ اصله بيكون جوه البراد. طيب تعالوا نعمل زي ما بيعملوه، مش اللي احنا بنعمله، احنا بنعمله كشري وكل واحد على قده وكل واحد سكر، لا. طب تعالوا بقى عشان نعمل الشاي، او بنشيل بس كده من على النار عشان ما يفرش مننا، هنحط السكر المطلوب. انا حاطه هنا حوالي ايه، قولوا كوبايتين كبار من السكر، طبعا بنحط السكر المعقول اللي ايه يراضي جميع الاطراف، يعني على الكميه دي على كوبايتين بنحط، او كل كوبايه معلقه صغيره مليانه، معلقه ونص مليانه، معلقه ونص، ده اللي ايه، ده لو عندك اي عزومه والشاي ما انتش عارفه طبعا هو الاحسن طبعا، في ناس تبقى سكر قليل مش عارفه، انما الكوستوبايه اللي بتبقى في الافراح والحفلات والكلام ده كله بيبقى السكر موجود في الشاي، فبيبقى ايه سكره معقول، لا هو زياده ولا هو اقل. ايه هو السكر المعقول؟ ان انا بحط لكل كوبايه مج اللي انا بعايرها دي معلقه ونص سكر، معلقه ونص، طبعا في واخد نص في واخد معلقه، فساعتها بقى كله بيتراضى يعني. تمام، حط على النار بس ايه نقلب السكر. تمام، ده عشان كله يشرب من غير ما هناخد بقى كوبايات معانا والكلام ده، هنحط على الثلاث كوبايات معلقه ونص من الشاي برضو عشان يبقى مظبوط، لا هو تقيل ولا هو خفيف. حلو، في ناس بقى بيفضل يغلي يغلي يغلي، الاحسن هو ما يغليش قشقش مر، المتوسط اللي كل الناس بتشربه اهو، هيبدا يغلي اهو، ماشي، هروح شايلاه من على النار ومغطيه. حلو، وبسيبه متغطي شويه، وممكن اخلي برضو معايا السكر والشاي احتياطي علشان لو حد عايز يزود شاي او حد عايز يزود سكر يبقى موجودين معايا. بس هو المهم ان انا بكمر الشاي كده شويه لغايه التفل ما ينزل لتحت، وابدا ان انا اصب للناس، ده بيفضل بقى ايه معايا طول ما احنا قاعدين ايه نتونس مع بعض ونشرب الشاي، صح؟ قولوا لي بقى بتشربوا مع مين الشاي؟ كوستوبات الشاي دي بتحبوها مع مين بالظبط؟ يعني مزاجك كده اول ما تشرب شاي اشرب شاي مع مين؟ عشان عايز اعرف بقى. طيب استاذه فاطمه، يا استاذه فاطمه، يا استاذه فاطمه، شكرا ليكي. تعالوا بقى نعجن الايه العيش، نشرب الشاي، انا بس اسيبه يهدى شويه كده وابدا اصبه عشان نشربه واحنا بنعمل ايه، بنعمل العيش بتاعنا. بيبقى بقى وقت العجين ده بقى احتفاليه، نرغي ونتونس ونشرب شاي ونتكلم مع بعض، جميله، بتبقى حفله يعني. تمام يا ولاد، فهمتوا بقى حدوتش اللي انا قلتها دي؟ من ضمن برضو احنا قاعدين الشاي بنحكي حواديت، ان الواحد دايما ما يدورش في اسرار غيره، ما نقعدش ندور ورا، ننكش، ما ننكش في اسرار حتى لو جوزك، ما تدوريش وراه. بص ادينا بس كوبايه ايه، بص المقادير معاكم على الشاشه اهي، ما دام بيعاملك حلو خلاص، حاجه مهمه دي تبقى اكتر مشاكل يعني. انا عارفه انا حطيت هنا نص دي الذره على الدي الابيض ده بيدي، يا ريت يكون اصفر، الابيض حلو برضو بس الاصفر هيدي لون حلو للعيش، ماشي، حلو كده. بروح حاطه بقى زبادي اهو، حطه في النص كده، وعليها معلقه كبيره من السمنه، ماشي، معلقه كبيره من السكر، معلقه صغيره من خميرة مش كبيرة، ورشة الملح، وهنعجن بمية. ده عيش لذيذ قوي، هينفع لإيه؟ للفطار، للعشاء، للمدرسة، ونلملم الدنيا كده فيها، نحط حبة مية فيها كده صغيرين، ون إيه؟ ونعجن ونلملم، نلم كل العجينة اللي حوالينا. ماشي بقى يا شباب، عرفتوا بقى ان الواحد ما يدورش ورا الناس، ما يدورش ورا اسرار الناس ايه، عشان هو مش هيستفاد حاجه، هو خليه في حاله هينبسط،
ما يفضحش الناس، ده اهم حاجه. ما اعرفش سر عن فلان اروح اقول له فلان، لا. ليه؟ اللي بيستر على الناس ربنا بيستره. بصوا كده اهو، ادي عجينه العيش حلوه قوي كده، وابدا ان انا ايه اغطيها. حلو الكلام، حلو الكلام، واسيبها تخمر. نقول تاني، نقول تاني. انا عملت عجينه دي ازاي؟ كوبايتين من الدقيق الابيض، حطيت عليهم نص كوبايه دقيق ذره اصفر، ماشي. بعد كيس ذره اصفر يبقى دقيق ابيض، مش مشكله، بس الاصفر احلى بيخلي اللون حلو كده، تمام. حطيت عليها ايه؟ حطيت عليها معلقه صغيره من الخميره، ومعلقه كبيره من السكر، ورشه ملح، ومعلقه سمنه كبيره، ونص كوبايه من الزبادي عشان تخليها طريه وحلوه، ماشي. حاضر، هناخد بقى العجينه اهي. تعالى غطي دي بدي عشان ايه تخمر. وهنبدا نعمل عيش على الطاسه، هيديكي بقى ريحه فظيعه. حلو، معلقه السمنه كبيره مع نص كوبايه الزبادي بيودي بقى، ودي الدوره كمان العيش ده بحته تانيه، تاكليه حاف، مش محتاج ان انا ايه اكل بيه حاجه، ممكن اخده مع كوبايه الشاي دي، ماشي. بس حفرت بقى دول كده، واصب الشاي لما تجيبوا من الفصل. يلا فاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، رجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنصب الشاي بقى عشان ايه، انا فردت خلاص العيش اهو، هنخبزه واحنا ايه شغالين. حط بس ايه كام ورقه نعناع كده، اللي بيحب النعناع، ماشي. نصب حد، يمكن حد يجي يشرب معايا الشاي في الحلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله على الريحه، الله. سيبنا الشاي كده لما ايه ركن والتفل نزل تحت. انا بحبش بقى الكوستوبانه مليانه قوي كده، بحبها كده حته ناقصه، ماشي. بس كده احلى كوستوبانه شاي، وقولوا لي بتحبوا تشربوها مع مين. بصوا الجمال والحلاوه. تعالى ناخدها مظبوطه، مع اني بحب السكر قليل، بس مظبوطه والله جدا. تعالى ناخدها بقى ونروح على ايه، على النار. لسه ما سخنتيش، شكرا، عشان نسوي العيش. طفت لوحدها، شكرين جدا. طاسه عشان ايه اسوي العيش اللي انا عاملاه. طيب تعالوا نعمل وصفه تانية على الطاسه ما تسخن، واحنا شايبين برده كوستوبانة الشاي بتاعتنا. تعالوا بقى هنعمل خليه نحل. خلية نحل بالقرفة تنفع للمدرسة وللبيت وللفطار وكل حاجة، يعني ممكن اخدها بدل السندوتش. انا ممكن اخدها بدل السندوتشات، او بدل يعني اخلوا الاولاد يفتحوا نفسهم على الاكل. انا شايفة حد بيشتكي بيقول لي ان الاولاد بياخدوا السندوتشات ويرجعوا بيها زي ما هي تاني. طب ده من ايه؟ من الملل، ان احنا بنعمل لهم كل يوم نفس السندوتشات، فالاولاد نفسهم بتتسد عليها. وبعدين برضه من ضمن ان هم نفسهم بتتسد في المدرسه ان هم ما فطروش قبل ما ينزلوا اي حاجه، لازم قبل ما ينزلوا اكلوهم اي حاجه ان شاء الله. بص زي خليط النحل كده، ادوهم واحده في ايدهم ياكلوها لو هم ما فطروش، يعني مع ان انا عندي الفطار ده مهم جدا جدا جدا. فاول ما بياكلوه المعده بتشتغل، عشان هم محتاجين طاقه، مش زينا ككبار مالناش دعوه باحنا خالص، هم اصغر، هم عايزين ينموا لسه. فهم اغلب ان هم مش بياكلوا في المدرسه، غير ان هم الاكل بيبقوا خلاص زهقوا من ان السندوتش مثلا ده كل يوم هو هو. لا، انا الصبح قبل ما يمشوا بياكلهم اي حاجه المعده بتشتغل، فده بيخليهم ايه. حاضر، هنشتغل احنا كمان برضه. ربنا يخليك. فايه بيخلي المعده تشتغل، فهيجوعوا هياكلوا اي حاجه على فكره برضه. فمهم قوي الحته دي، يعني عشان بس جالي شكوى كتير ان الاولاد بيرجعوا الاكل زي ما هو. تعالوا بقى ناخد الايه العجينه. بصوا ادي العجينه معاكم اهي، انا عاملاها بثلاث كوبايات من الدقيق. عايزه تعملي اكتر اعملي نفس الكميه، ان هي دي جميله جدا، واللي بره واللي جوه كله هياكل منها صراحه، حلوه قوي يعني.
هحشيها ايه؟ هحشيها سكر وقرفه، تبقى ايه؟ السنبون الكذاب، هو ده السنبون الكذاب، مع ان هو مش مستاهل، هو اصلا مش مكلف قوي يعني السنبون اصلا مش مكلف، هو قرفه وسكر بس، مفيش غير كده. طيب تعالوا بقى بينا نعمل الايه، خليه النحل شبيهه السنبون او تقليد السنبون. دقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، خميره، معلقه كبيره، معلقه من الخل مش دلوقتي، معلقه من السكر، ماشي، قلبهم مع بعض. هحط نص كوبايه من الزيت ونص كوبايه من اللبن، طب عايزه اعملها بميه، ما عنديش لبن اعمليها بميه، ما فيش مشكله خالص، يعني مش اساسي، تمام. بسم الله. وبعد كده بكمل عجن بالميه عادي جدا. دي العجينه سهله سهله ولا فيها اي حاجه، هما الثلاث كوبايات دقيق اللي هما النص كيلو، عليهم نص كوبايه من الزيت، معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، ورشه ملح، ونص كوبايه لبن، وخلاص. وعجنت بالايه؟ بالميه. عجينه بسيطه جدا لخليه النحل اهو. تعجني فيها، قولي اعجني فيها كده ايه يعني، خمس دقايق ثلاث دقايق يعني، اخدي ما دخلي فيها هوا كده، ماشي اهو. خلاص هنعجن فيها شويه، وبعدين بعد ما تاخد، ممكن تحطي مع الميه معلقه الخل على فكره عشان بتفتح معايا العجينه، قوله اه ماشي. فالفقره دي بقى اللي انا هعملها لكم دي دلوقتي، دي فاعمليها ما تشتريهاش. بدل ما هنشتري السينابون او المعجنات دي، احنا هنعملها، اعمليها ما تشتريهاش، سهله جدا وبسيطه. سينابون كذاب سهل ولذيذ جدا، سندوتشات تنفع للمدرسه، تنفع للبيت، وبتتباع دلوقتي. اه هي بتتباع على فكره بكل، عشان كده انا قلت اعملها لكم، فعملها ما تشتريهاش، يعني هي بتتباع اصلا كده بالمنظر ده، وغاليه قوي جدا. بيبيعها لكم بقى ايه يعني، مش احنا بنعملها خليه كبيره قد كده، قد الطبق قد كده اهو، لازقه ببعضها، هي خليه النحل برضو محشيه بالقرفه وبتاع، ومبلغ وقدره. ليه ده انا اعملها قد كده؟ اه والله قلت لا، هي فعلا اعمليها ما تشتريهاش، هي انا اللي هعملها، تمام. اشرب بس بق شاي وبعدين نكمل الكلام معاكم. شاي حلو، ريحته حلوه قوي، سبحان الله. هو الشاي ده عامل زي كل حاجه احنا بنعملها ايه، تبقى المكونات هي هي، ولكن المكان بتاعها والطريقه طبعا الاول، والله الناس اللي انت قاعده معاهم بيبقى اهم من الطريقه، يعني الحاجه بتحلو بناسها، والله الحاجه بتحلو بناسها. تقعدي في مكان ممكن تاكلي حاجه انت كنت واكلها قبل كده ومش عاجباك، بتعجبك جدا معاهم، سبحان الله، بتبقى كده ايه، هي كده. تعالى اوريك بس عشان ايه الحق اوريك كل حاجه. بص ادي كده اهو، هناخد بقى ايه شويه قرفه على سكر، مش عايزه حبه كتير عشان ايه غنها. طب في ايه؟ صباح الخير، صباح الخير. هنحط شويه سكر على شويه قرفه، ماشي، وهنفتح ايه، طبعا عامله منها نسخه لازم يعني، هنفتح العجينه كده، ماشي، نقلب دي كده مع بعضها، قرفة وسكر، وهنحشي حشاها كويس عشان يبقى الطعم واضح، وبعدين نقفل عليها كده. نعم، رغيف العيش، يا نهار ابيض فكرتني يا اختي، الطاسه سخنت قوي فاشيلها مع النار عشان ما ايه تبرد شويه، تمام. اهو كده، تمام. وبعدين
اهو ده كده ايه محشيين بالقرفه والسكر. اجيب بقى صينيه واحطهم بالمنظر ده لازقين في بعض كده خلاص. طيب لما اطلعها بقى هقول لك الفصل الجاي، بس يلا ايه نحط عيش على النار. ماشي، خد العجينه كده 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 اهو، طبعا اقفليها كويس جدا تبقى كده، ونلزقهم في بعض يعني يدوك بينهم فصل صغنان قوي. تعالوا بقى على الايه، على العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. رايح فين رايح فين؟ بسم الله. هنسوي عيش عادي كده على الطاسة، يدوبك يتشمع ونقلب. حاضر كده وكده، هفضل بقى اسوي فيهم لغايه ما تجولي بالفاصل واقول لكم هنعمل الوش 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 اللي بدماغي هنعمل وش السينفون ايه. خلاص يلا بقى فاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل واحنا بنسوي، بصوا على وشكم التانيين ما قبوش على فكره، ده اللي قب حظكم حلو، وشكم حلو عليا يا شباب والله والله. قول له اهو، بصوا بصوا الجمال، تعالى الله يخليكم. يلا نقول بقى عملنا ايه مع بعض، عملنا ايه النهارده؟ عملنا اول حاجه المحشي الكذاب. المحشي الكذاب اللي عملناه يا دوبك كاني بعمل محشي عادي جدا، بس قطعت ورق الكرنب وسويته مع الرز بس شويه الميه وخلصنا على كده. زي ما قلنا ان هو مشهور جدا وموجود في حتت كتير جدا، هو لسه عايز سن سوا انا عارفه، بس مش مشكله حبيت ان انا اوريه لكم بس، وهنكمل سواه عادي تمام. بس قلت تشوفوا شكله ايه. ايه كمان يا اولاد؟ طب ما تاخد الاول، ما خدتش ما كتبتوش الكرنب؟ طب هاتوا مخلل الكرنب. طب ماشي، احنا خللنا عامه عروق الكرنب اهي، ماشي بس كده. عملنا ايه كمان بقى؟ قولوا. البطاطس اللي احنا عملناها اللي هي سلطه البطاطس اللي بالدقه اللي عملناها جامده جدا على فكره، وتنفع جنب المحشي وتنفع جنب اي وصفه لوحدها كده، تنفع كوجبه متكامله، تاكل حتى بمعلقه بعيش اي زي ما انتم عايزين، عيش فين وعيش بلدي كذا حاجه. عملنا ايه كمان؟ العيش اللي احنا بنعمله ده اللي هو عباره عن ايه؟ بدقيق الذره زي ما انتم شايفين، ريحه دقيق الذره مخلياها تحفه، ومعلقه سمنه ونص كوبايه زبادي خلاص. طبعا عجناها وسبناها تخمر، قسمناها بالكور وكور صغيره كده على قد الرغيف، وسويناها على الطاسه عشان تبقى طريه وحلوه، لو سويتيها في الفرن تبقى ايه ناشفه شويه خلاص. خليت النحل بقى اللي احنا عملناها دي اللي حشيناها بالقرفه والسكر، تعالوا بقى ايه نحط لها الوش بتاعها، وهو عباره عن ايه؟ اللي كنت دلوقتي هسويكم سكر بودره، ده للوش بقى لو انت عايزه سكر بودره، واحط له شويه لبن صغيرين قوي واقلبهم ايه اسيح بس السكر البودره ده، انما لو هيروح مدرسه او هيروح انا بص انا حاطه كوبايه سكر بودره عليها ما خدتش معلقتين لبن، معلقتين لبن ماشي، ما تكتريش عشان ما يسحش اهو. بصوا اهو صوص باقل التكاليف اهو، وبعدين اروح واخداه بقى كده ورشه على الايه، على السينابون، على السينابون ايه، على خليه النحل. وهم بيعملوا كده على فكره وبايعينه كده، وبرده بالصوص الابيض ده ولا مكلفين ولا حاجه، وبالشيء الفلاني معرفش ليه، قلت والله لا عاملاه، انتوا عارفيني اي حاجه اشوفها مش كده والله لا عاملاها، اخليها كده وكده تمام. والله لا، الحاجه زيادة عن مبالغ في ثمنها، اقول والله طب وانا عامله اهي، بيبيعوها كده، بيبيعوها قرص قد كده ماسكه في بعضها بس قد كده اهو، خليه نحل قد كده وبالشيء الفلاني بس كده. وخلصنا كل وصفات النهارده، يا رب تكون عجبتكم. استنونا في حلقه جديده على قد الايد، ونجلاء الشرشابي، الى اللقاء.
Thank you.